المزيد عن الوضع الميداني وتصريحات ميدفيديف مع أريج محمد في موسكو. ما الجديد أريج؟ فضيلة، بالتزامن طبعا مع ما وقع صبيحة هذا اليوم على جسر القرم من تفجيرين، قالت الجهات المعنية الروسية ولا سيما لجنة التحقيق الروسية بأنه عمل إرهابي من تنفيذ الاستخبارات والأجهزة الخاصة الأوكرانية، وذلك باستخدام زورقين مسيرين. طبعا بالتزامن مع ذلك خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بتصريحات ربما تتلاقى وما يتحدث به الداخل الروسي أو جزء من المجتمع الروسي في ضوء ما حدث واستجد مجددا للمرة الثانية من استهداف لجسر القرم، ليقول بأن الحديث فقط ومجرد التحذيرات الروسية التي تصدرها موسكو بين الحين والآخر للسلطات الأوكرانية، وطبعا الوعيد الروسي المعروف في هذا الإطار لم يعد مجديا ولم يعد كافيا مع من سماهم الجهات العليا التي تدير هذه العمليات الإرهابية. طبعا هذه التصريحات الصادرة عن دميتري ميدفيديف فضيلة تزامنت مع وصف وزارة الخارجية الروسية اليوم أيضا للسلطات الأوكرانية أو كما تسميها نظام في كييف، وصفها إياه نظاما إرهابيا كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية. ويجب على الجميع ليس فقط على روسيا وإنما جميع على الساحة الدولية التعامل مع هذه السلطات وفقا لما تتحدث به موسكو من منطلق أن هذا النظام هو نظام إرهابي. طبعا كل ذلك أيضا لا يأتي بعيدا عن استهداف السلطات الأوكرانية والقوات الأوكرانية ولا سيما قبل ساعات من وقوع الهجوم الأخير على جسر القرم، استهداف منطقة شبه الجزيرة وسيفاستوبل موقع أو مقر أسطول البحر الأسود الروسي بمسيرات أوكرانية وزوارق حربية مسيرة أيضا، بالإضافة طبعا إلى أن الجانب الروسي يرى في كل ذلك أياد استخباراتية غربية ولا سيما أمريكية وبريطانية، على اعتبار أن هناك مواقع حساسة استراتيجية روسية لا يمكن للجانب الأوكراني دونما الحصول على مثل هذه المساعدات النوعية الوصول إليها، بالإضافة طبعا للإشارة إلى أن الزوارق المسيرة التي نتحدث عنها والتي تستهدف شبه الجزيرة وتستهدف مؤخرا هذا الجسر الاستراتيجي طبعا في المنطقة المذكورة أيضا يحصل عليها الجانب الأوكراني من خلال هذه المساعدات الغربية المتطورة والنوعية. شكرا أريج محمد في موسكو.